بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كلمات أقولها كثيرا فتنقضي الحاجات بكرم الله سبحانه وتعالى وبجود أهل البيت عليهم السلام وعناية صاحب الزمان سلام الله عليه. وأنت، ما هي الكلمات التي تقولها في قضاء حوائجك وترددها دائما؟ أولها: يا مولاتي يا فاطمة، أسألك بذل جناحين أبي الفضل العباس عليه السلام ثم أطلب حاجتي، وتنقضي بحمد الله ببركة أهل البيت. كذلك: اللهم صل على محمد وآل محمد، أذكرها كثيرا وتهدى لأحد أئمة أهل البيت أو لأمهاتهم أو لزوجاتهم سلام الله عليهم وعليهم أجمعين. كذلك قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كذلك أردد كثيرا: بسم الله، ثقة بالله، توكلا على الله. كذلك قول: يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. كذلك أردد كثيرا: إلهي، من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. كذلك أردد كثيرا هذه الكلمات: يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. افعل كذا وكذا بي وأنت أرحم الراحمين. هذه الكلمات ترددها كثيرا. وأنت، أي الكلمات ترددها كثيرا في قضاء الحاجات؟ برنامج صباحات ولعية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. اترك ذكرا، وردا، آية إلى غير ذلك، لعل هناك من يستفيد من هذا الذكر ويستفيد من هذا الورد ومن هذه الكلمات فتقضى له الحاجة.